ان شاء الله بيصير في امل للتغيير، لانه نحن اليوم بالنهايه جينا ننتخب للتغيير. نغير الطبقه الفاسده، الطبقه الحاكمه، الطبقه الارهابيه، الطبقه اللي فجرت بلبنان واللي قتلت رؤساء وقتلت وزراء. واللي هي اللي علامة تفجير مرفق بيروت. فنحن بنقول ان شاء الله اليوم يصير في تغيير. تتغير كل هالطبقه الفاسده، بيجي عالم على بضايات تشتغل على وضع لبنان ويتغير باذن الله، مثل ما كان على ايام رفيق الحريري رحمه الله عليه. ما بدنا السلطة القديمة، بدنا شيء حدا جديد يضبط البلد، يرجع لبنان لسويسرا الشرق مثل ما كانت بالأول. هيدا الانتخابات ولا ممكن تكون مثل اللي قبلها؟ يعني من بعد الفشل الزريع يلي نحن وصلنا له، مرحلة أيام الحرب ما وصلنا لها، ولا ممكن الأوراق بدها تنخلط جدياً لأول مرة وهلأ بداية التغيير؟ نتيجة الانتخابات نتوقعها تكون لصالح السياديين الحقيقيين اللي بدهم مصلحة لبنان، بدهم عروبة لبنان، بدهم أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب، وبيرفضوا هيمنة السلاح وأي ميليشيات خارجية عن نطاق الدولة. بتوقع انه بالتصويت الصح انه نقدر نغير ببلدنا ونطلع على البلد هون بالسعوديه ونشوف كيف عم يتقدم لقدام، وبس نفكر بهالشيء ونفكر نحن وين صرنا، عيب علينا نكون عم نرجع لورا. بتصويتنا الصح بنعرف نوصل ونتقدم ببلدنا. نحن عم ننتخب اكثريه، عم ننتخب اكثريه نيابيه، هيدي الاكثريه النيابيه كمان هي رح تسمي رئيس وزراء ورح تسمي الحكومه يلي نحن بنطمح لها، يلي رح تعمل علاقات مع الدول العربيه يلي بنتمنى انه تكون مثل ما كانت بالسابق. وطبعا واكيد هيدي الاكثريه رح تنتخب رئيس جمهوريه، فكل صوت اليوم بصناديق الاقتراع ان كان بالرياض ولا بجده ولا باي صندوق بالاغتراب هو لرئاسه الجمهوريه وهو للسلطه كامله. ان شاء الله رح يكون في خرق كبير بكل ما هو جديد للبنان. نتمنى 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 الثوره تعطي تغير جذري بلبنان لنقدر نعمل اي شيء للتغيير للبنان. هجرونا من لبنان ونحن مش رايدين نتهجر، يعني تعبنا صراحه. نتمنى انه يكون الوضع على احسن ويكون الوضع على ما يرام، لانه صراحه وصل لبنان المرحله يعني للماكس، اكثر من هيك خلص يعني الشعب كله تعب.